الو الو ايوه ايوه ازي حضرتك؟ الحمد لله تمام، اهلا بيكي. انا عندي كده مشكله يعني، بس عايزه حضرتك يعني ايه تقول لي انا اعمل ايه. انا تحت امرك، ربنا يخليك. اتعرف بيكي طيب الاول؟ مش عايزه اقول اسمي. طيب كم سنه؟ 25. طب اتفضلي تحت امرك. انا كنت متجوزه وانفصلت ومعايا بنوتين، وحصل مشاكل يعني، مشاكل عائليه من ناحيه الزوج يعني، انه كل حاجه يعني تحصل كانت ما بيننا كان بيروح يقولها لمامته، مامته مش هتسلمي عليا يعني. بس فانا طبعا معايا بنوتين وانفصلنا وخدت حاجتي وكل حاجه وخلاص. بس انا بقى بحاول ان انا ارجعه، لان انا لقيت نفسي مش مرتاحه مع اهلي وكده، فعايزه ارجع له. انت بترجعيه عشان مش مرتاحه مع اهلك، ولا بترجعيه عشان بتحبيه وعايزاه؟ عشان بحبه وعايزاه، وعشان بناته، عشان هو بيحب بناته. وهو بس هو طيب جدا، بس هو مشكلته ان هو ودنه بيسمعها لاي حد، اي حد يقول كلمه بيسمعها. يعني مراتك وحشه، بس انا شايف مراتي حلوه. لا مراتي زي ما انت قلتي. مين السبب في الطلاق، او مين اللي طلب الطلاق، انت ولا هو؟ لا احنا الاثنين. ده خلاص بقى اللي هو جينا في الاخر خلاص يعني. انا كنت في بيتي وقاعده وخلاص، حصل مشاكل، غضبت عند اهلي، فجاه لقيته مفضي الشقه وخبالي عفشي وخبالي هدوم عيالي بتاع 7 شهور. بس فهو ده كل المشكله اللي حصلت. فانا بحاول بقى ان انا ارجعه عشان عياله ويتربوا في حضنه. وانا طبعا مش هينفع ادخل راجل تاني على بناتي، او انا مش حابه يعني. انا بحبه وشارياه لحد النهارده، زي ما اشتريته يعني بالغالي مش هبيعه كده يعني. انا حاسه ان انا محتاجاه. بس ف ايوه طيب، بس هو اللي باعك. هو اللي باع، بس هو مش عايز يرجع يعني. كل شويه يقول لي انت اللي غلط. طب ما معلش، ما كل فعل رد فعل. انا كنت برد على فعلك انت. انت كنت يعني، انت كنت يعني بتغلط فيا وانا برد عليك. انا دي مشكلتي، ان انا عصبيه، انا عصبيه جدا. بس فحسيت بقى المشاكل والبيت اتخرب، لان هو يعني هو ما يعني ما حافظش عليا ولا حافظ على بناته. فانا بحاول ان انا وهو نحافظه على حافظ يعني على بناته وحافظ عليه، بس هو مش راضي. فكل ما اكلمه يقول لي انسي، انا عمري ما ارجع لك. وانا عارفه ان هو نفسه يرجع لي، انا واثقه وعارفه. بص يا بنت الناس، كلمتيه كم مره قلت له نفسي ارجع لي؟ كتير، لدرجة ان انا قالوا لي سيبيه لحد ما هو يجي يقول لك انا عاوزك. بصي، انت عايزه ترجعيه عشان بتحبيه، حاجه كويسه، وعلشان خاطر بناته شيء كويس جدا، انا معاكي. انما هو مش عايز يرجع. ايوه طيب. انا عايز اقول لك، انا اللي متوسط يعني، احن واحد فيهم في عيلته كلها باباه يعني. انا باباه انا بحبه جدا، وبابا يقول لي اصبري عليه، اصبري. لا انا ليا راي بقى، مش تصبريش عليه. انا ليا راي، تقطعي تماما، ولا تجيبي له سيره ولا الهوى. ولما يظهر قدامك، لدرجة انا امبارح عملت له بلوكات من كل حاجة، قلت له خلاص انت مش مقدر اصلي معاك، فانا خلاص انت مش بس كده. لما يظهر قدامك تاني باي ظرف، عايز يجي يشوف بناته او حاجة زي كده، خلاص انت انسانة ما بتفكريش، مش ملهوفة، مش عايزة، شكرا، بناتك اتفضل زورهم وخلاص. لازم يتعامل المعاملة دي. انت نزلتي من نفسك قوي المحايلة أكتر من اللازم. دي ضيعتك، ضيعت رصيدك. البني آدم يحب الست اللي عندها كبرياء وعندها كرامة، يحب الست كده اللي حاسة بقيمة نفسها وعارفة قيمة احترامها لنفسها. عشان كده بقول ما ينفعش نتحايل. والحب عمره ما كان بالمحايلة، وإلا كان أكتر واحد غلس في الدنيا عارف يحصل على الإنسانة اللي بيحبها.